مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وهابي فالنتاين داي على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. برنامج هو وهن النهاردة فقرة مميزة جدا عن عيد الحب. عايز أقول لكم أن عيد الحب بس مش بس للمتجوزين أو للمخطوبين أو حتى المقبلين على علاقة، دي دعوة بقى مننا لكل الناس اللي المفروض تحب. تحب مين بقى؟ تحب عيلتها، تحب أصحابها، تحب زمايلها، تحب جيرانها، تحاول حتى كمان يا جماعة تحب نفسها. عايزة أقول لكم اللي بيحب نفسه بيعرف يحب كل الناس اللي حواليه وبيبقى عنده عطاء شديد جدا يا رمين. ومن أحلى الحاجات في عيد الحب إن إحنا نجيب هدية حلوة. طبعا أكيد معروفة إن إحنا لازم في أي فالنتاين يجي الهدية. معرفش ليه المفروض نجيب هدية على فكرة، خلاص ما أنا هديتك، أنت هديتي، خلاص خلصنا يعني. لكن للأسف إحنا عندنا زي ما بنقول عندنا عادات أو تقاليد إن إحنا في أي مناسبة لازم نجيب هدايا. طيب نجيب إيه؟ مش عارفين نبقى، لأن الواحد دايما يعني أنا عن نفسي بجيب مثلا في العيد ميلاد، في عيد ميلاد مثلا جوزي بجيب هدايا كبيرة وخلص وبكتفي على كده. لكن في الفالنتين بقى المفروض نجيب إيه؟ نعمل إيه؟ طبعا أنتوا شايفين الديكور الفظيع بتاعنا ده اللي عامله لنا النهارده ومنورانا في الاستوديو آية سامي مصممة الهدايا. آية ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. هابي فالنتاينز داي. ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ بجد حاجات مبهجه وحاجات جميله جدا. هي دي الهدايا نرمين، عشان ما تقوليش انا مش لاقي حاجه اجيبها. مش عارفه، لا بس يعني برضو انا زي ما انا بقول او يعني زي ما انا قلت دلوقتي ان انا بجيب هديه واحده خلاص في السنه، نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها وعندنا ضغوط وعندنا حاجات، فخلاص الدنيا مش مستحمله ان احنا نجيب هدايا. بس انت اديتيني افكار كتيره بصراحه، فخليني اول سؤال اساله لك، احنا ليه لازم نجيب هدايا؟ عشان ايه؟ علشان نعبر عن حبنا. يعني في ناس ما بتعرفش تعبر عن اللي جواها الحب المشاعر بالكلام، فتضطر ان هي تعبر حتى لو بهديه رمزيه. مش شرط ان احنا نجيب هديه مكلفه مثلا، مش شرط ندفع بادجت كبيره في الهديه، ممكن نجيب حاجه بسيطه خالص، ورده صغيره، خاتم سيلفر صغير نعبر بيه. انا مش كائن يعني مش خالص ولا لا. ولا صناعي ولا طبيعي لا يعني اشوفه كده تمام. طيب ميرسي. هو مؤخرا الورد يعتبر عايزه حاجه تتاكل يعني مش كده. هو مؤخرا الورد يعتبر ديكوريشن للهديه مش اساسي. بس لو حد مثلا البادجت بتاعته ما تسمحش فممكن يهدي مثلا، يعني الفالنتاين احنا نخاطب فيه مش شرط المتجوزين او المخطوبين، لا احنا ممكن بابا ماما اختي اولاد، يعني اي حد نعبر طبعا فيه ان احنا بنحبه، يعني نقول لاي حد احنا بنحبه تهادوا تحبه طبعا. فبناء على كده احنا بنهادي بعض. صاحبتي عايزه اقول لها ان انا بحبك، استغل المناسبه زي دي بحيث ان انا اقول لها فاهديها بحاجه بسيطه خالص. طيب عايزين نقول بقى او نشوف معاكي كده افكار مختلفه، افكار حلوه، افكار جديده نقدر ان احنا نصمم هديه كده في البيت لنفسنا وندي هديه مثلا لاحد الاقارب او الاصدقاء او زي ما انت قلتي مثلا حد من العيله، وتكون بسيطه طبعا نظرا للظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها. تمام. هو اهم حاجه في الهديه فن اختيار الهديه، ان انا اشوف الشخص اللي قدامي مثلا لو هجيب له هديه تكون مكلفه او لو بسيطه اشوف هو محتاج ايه. يعني ممكن يكون الشخص اللي قدامي شخص كبير في السن ما بياكلش الا شوكليت، فبالتالي ممكن استعوض الشوكليت بفروتس باسكت، ان انا اعمل له باسكت فواكه معاه مثلا جار عسل نحل، بريكفاست بوكس احط له فيه حاجات فطار يروح له مثلا على الشغل. دي دي بقى حاجات تتاكل كده حاجه تتاكل فعلى حسب طبعا عسل يعني فانا اختار هديه على حسب سن الشخص اللي انا هبعت له الهديه. في اشخاص ينفع تاكل الشوكليت، في اشخاص ما بتحبهاش خالص، في اشخاص برده مالهاش لا في الشوكليت ولا في ورد. طيب الهديه بتختلف مثلا لو راجل متجوز او راجل خاطب او راجل مثلا لسه زي ما بنقول في فليرتنج في الاول كده لسه بيتعرفوا كده. يعني مثلا نقول فتره الخطوبه دي بتبقى الهدايا الاكثر طلب اللي هي اللي فيها شوكليت وورد، الحاجات اللي هي الرومانتك قوي مثلا بوكي ورد فيه شوكليت. طب ما تمسكي بوكي الورد كده وتورينا وتوريه لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده. يعني مثلا ده سهل ممكن يتعمل في البيت على فكرة. ده سهل ممكن يتعمل في البيت. في بقى كده اوريه لك، وجهي لي الكاميرا كده. تمام. هو ده بوكي ورد ومعاه الشوكليت. ده ورد طبيعي؟ لا ده صناعي. ده صناعي بس ده شكله طبيعي حاسه ان هو قطيفه شويه صح؟ هو الملمس بتاعه قطيفه، هو نفس شكل الطبيعي بالظبط. في العكس. تمام. ماشي. طيب قولي لنا طريقته نعملها ازاي؟ يعني ده فكرته مثلا هتعتمد ان احنا عندي انا بصراحه ما بحبش الشوكليت احطها في ستيك اللي هو الخشب، فبحطها في شمع احسن عشان ما بوصل الفليفر بتاعها. في شمع؟ طب ازاي من تحت؟ هي يعني هي كده مغلفه من تحت فيتحط فيها شمع. لو هدخل فيها الستيك اللي هي الخشب دي فهي هتبوظ الشوكليت، هتضيع الفليفر بتاعها. ويعني مش لطيف ان هي الشوكليت يبوظ الشكل بتاع الرابنج بتاعها. فاحنا ممكن نعمل شكل مثلا نقول قرطاس او هرم من تحت ونثبت عليه الستاند اللي هو المدور اللي فوق، وعلى الاساس ده اعمل الشكل اللي انا عايزاه. ممكن اخلي كل السيركل دي اخليها كلها شوكليت، ممكن اخليها كلها فلاور
ممكن اخلي البوكس كله فلاور اصلا، البوكيه كله فلاور. اه انت بقى وفلوسك يعني معاكي فلوس دي، او على حسب الشخص، ممكن الشخص اللي قدامي ما بيحبش الا الشوكليت. وبعد كده بيتعمل رابنج بقى بورق هدايا، النوع بقى الورق الهدايا والشكل على حسب الشخص اللي قدامي بيحب الوان ايه. اوكي. اه برده من فن اختيار الهدايا ان اشوف الشخص اللي قدامي بيحب إيه؟ الوان ايه. مش فكره هديه بس، يعني كل تفصيله في الهديه لازم تتظبط صح بحيث ان هي تكون راحه يعني تعجب الشخص. طيب الست تجيب هديه ايه لجوزها؟ يعني مثلا في زمان كده يقول لك لا يا ست ما تجيبش حاجه، هو الراجل المفروض يجيب. ما هو برده راجل غلبان من حقه ان هو يجيب له هديه، هيفضل يجيبه وما ياخدش كده. فايه الهدايا اللي ممكن تجي للراجل مع ان يعني بيبقى اختياراته ساعه، محفظه، برفيوم، بس ما فيش حاجه ثانيه ممكن تيجي؟ ايه الحاجات الجديده اللي ممكن في الست تجيبها للراجل؟ في فرايتي كتير، يعني مثلا ممكن نعمل للراجل بوكس فيه برفيوم وحواليه فلاور. فلاور يعتبر كديكوريشن. ممكن ميداليه فضه، ممكن سلسله فضه، ممكن نعمل له بريكفاست بوكس، حاجه هيلسي لو هو كشخص ده يروح لنرمين بقى البوكس ده يروح طبعا على طول. لو هو كشخص عنده كل انواع الهدايا ومش محتاج حاجه ولا لبس ولا ساعه ولا محفظه ولا اي حاجه، ممكن احنا نعمل له بريكفاست بوكس بيكون مكون من باتيه، كروسون، الجارز الصغيره، المربى، الحاجات دي، فيتروح له على الشغل بتاعه. انا عايزه دينر بوكس مش بريكفاست. وفي هيلسي بوكس، ده يعني اغرب هديه اتطلبت مني، ان هو كان شخص تعبان وزوجها وهي عايزه تبعت له جفت، كان عباره عن ينسون، نعناع، جار عسل نحل، فكانت اغرب هديه معاه شويه فروتس كده، حاجات تكون هيلثي. بس والله يعني شكلها بيبقى حلو في اللفه وفي البوكس. هي مش هتروح بقى في شنطه، تتلف بقى مثلا في بوكس يتعمل لها والكلام ده، يتعمل لها رابنج ومعاها الكارت ومعاها وردي، يتعمل يعني يتقدم بشكل يكون في الاخر شكله لطيف وطلع شكله حلو، طلع شكله تحفه بصراحه. جميل. طيب قولي لي بقى، دايما الواحد ايه في اثناء شغله مثلا، انا مثلا ساعات بتجيلي فقرات اقول ايه مش حاسه الفقره دي هتبقى حلوه، وبعملها بتعمل بومينج فظيع وانا ببقى طالعه مبسوطه من الفقره. هل انت عندك كده؟ هل مثلا انت عملتي مره جالك حد قال لك فكره هديه وانت ما كنتيش متحمسه لها خالص وقلتي خلاص هعملها اكل عيشي بقى وخلاص وهعملها، وبعد كده طلعت حلوه قوي وطلبت منك كذا مره؟ هي بصراحه اول فكره نفذها اصلا في فكره المشروع، انا بقالي حوالي 7 سنين شغاله فيه، اول فكره نفذها كانت عباره عن تورته بامبرز للبيبي. ايه ده؟ فهي دي كانت البدايه، دي كانت جايبه بامبرز نفسه بقى، بامبرز نفسه بتهرجي. بتلف رول وتعمل ان هي تورته، كانت بالنسبه لي اغرب حاجه طبعا. هي بنوته بعتت لي صوره انا عايزه انفذ زي دي، مستغرباها. لا ومكلفه طبعا. ومكلفه جدا، بس لما يتعمل لها رابنج طلعت في الاخر هي الفكره ترند التحفه للبيبي شاور، هديه البيبي للصبوع ده احنا نقدم له الاحتياجات بتاعته، جونسون والحاجات اللي هي المنتجات طحفة. الاستخدام بس على شكل تورته 3 ادوار مثلا، واسم البيبي يتحط فوق ويترصص معاها الاستخدامات بتاعته. حلوه، كانت تحفه بصراحه. يعني اكتر اخذت وقت منك قد ايه بقى؟ يعني في الاول نقول لا كانت بتاخد ساعات، وبقى بعمل تعديل ادت عليها فبتاخد وقت كتير، لكن مع الوقت الحمد لله يعني ما بيكملش معايا ساعه الشغل. حلو. طيب بما انك انت متخصصه في فن الهدايا او لف الهدايا او اختيار الهدايا، قولي لنا ايه الستات الحاجات اللي بيحبوها؟ يعني ايه الهدايا مثلا الست كده تحب تجيلها في العيد، في الفالنتاين او في عيد ميلادها؟ ايه الحاجات المفضله قوي يعني؟ السيلفر. طب الذهب بقى قبل السيلفر؟ يلا لا صعبه دي شويه دلوقتي. السيلفر من الهدايا اللي هي طب السيرمال ماج اللي هي المجات الحراري، بس الاشكال اللي هي تكون كرييتيف شويه، يعني في شكل هنا اهو شكل مج حراري بس شكل ارنوبه شويه، فدي من الحاجات اللي هي بيبقى عليها اقبال. مثلا البرفيوم، بس مش اي برفيوم، تبقى الحاجات اللي هي البراندات برضو بيبقى عليها اقبال. دول اكتر حاجات، يعني الشوكليت والورد تعتبر ديكوريشن. وفي ستات يعني زي ما نرمين بتقول لك انا ما بحبش ولا الشوكليت ولا بحب الورد. لا احنا كستات بنتمنى اي حاجه تيجي حتى لو حاجه بسيطه، حاجه رمزيه، حاجه رمزيه مش شرط هديه مكلفه، فاكرك حتى بهديه بسيطه. بالزبط. هو ده المعنى الحلو في الموضوع. بالظبط. حاجه بسيطه خالص تفتكر ان احنا افتكرنا الاوكيجن دي. طيب انت بقى عندك شعار على طول رفعاه هديه لكل مناسبه. تمام. ايه موضوع الشعار ده؟ انت بتجيبي في كل مناسبه هديه؟ زي ما قلنا يا جماعه ان مش شرط نجيب، يعني ممكن واحده تكون مش متجوزه، منفصله، ما فيش حد في حياتها اصلا، فانت ترفع الشعار ده. هل انت في كل مناسبه مثلا بتجيلي؟ انت عندك اولاد؟ عندي بنوته. ربنا يخليها لك. هل بتجيبي في كل مناسبه هديه؟ يعني في طبعا رمضان كلنا الفوانيس، انا ده بقى افرح بيه مثلا، يعني احب ان جوزي يجيب فوانيس. بس ايه بقى؟ طب ايه؟ بالعكس، مكسرات وبوكسي وطنطا ومكسرات ومكسرات تكون في باكس خوص صغننه. في بوكسات حلوه قوي في رمضان، مصحف الملون. لا انا احب الفانوس، واعتقد ان السنه دي يا جماعه ومصر اعتقد برضو ان هي هتصدر فانوس رمضان اللي هو بتاع زمان، فاكرين الفانوس اللي
اللي هو فاكرين الصغنن ده المصري. يعني بما ان احنا كمان احنا طبعا في الفالنتاين وكل سنه وحضرتك طيبه وانتم كمان طيبين، لكن خليني اقول برضو بما ان احنا ذكرنا رمضان وداخلين على رمضان، ممكن اعمل ايه في رمضان مثلا لو عايزه اودي لحماتي مثلا حاجه في رمضان، اودي لها حاجه لطيفه اعمل ايه؟ اول يوم بقى فعلا بنروح نفطر عند اللي بتفطر عند والدتها، اللي بتفطر عند حماتها، فالبوكس ده يكون برضو حاجه حلوه. ايه اللي ممكن نحطه غير المكسرات؟ يعني هي الهدايا بتاعه الاشخاص الكبار في السن اكتر حاجه بيبقى اتجاه ليها اللي هي بتتعمل كاستمايز، اباجورات خشب او ابليك خشب بيتعمل كاستمايز، مثلا يتحط عليه مخصوص للشخص ده، عليه صوره الشخص او اسمه. اي مجيبش على حاجه تتاكل واحنا كده بعدنا عن بقى يعني الموضوع. هو كده كلنا بنجيب دي. حاجات تتاكل اساسي في رمضان، الحلو رمضان معروف بالاكل يعني الحلويات والحاجات دي، فيبقى حاجه يعني الرمز الاساسي هديه كل مناسبه سوفونير، حاجه تكون ذكرى الشخص اللي قدامي يفضل فاكرها. مش واكل مع نرمين الكلام ده خالص على فكره. انا جوزي كنت متخانق معاه وبيصالحني، قلت له في محل كده بتاع سندوتشات مشهور في مصر، قلت له انا عايزه اروح اكل عنده، انا كده هتصالح. ما هو اكله هتخلص خلاص، مش هيبقى في منها. لا بس هبقى تمام، ابقى رضيت بقى معدتي وبطني بس لما اشوف قدامي هديه هتبقى بالنسبه لي ذكرى حلوه هفضل فاكرها. فانوس مثلا عليه اسم الشخص اللي انا هجيب له. ممكن برضه نزود ونعمل افكار ثانيه، ممكن مثلا نحط اكياس صغيره فيها مثلا مكسرات احتياجات البيت في رمضان، سواء عند والدتك او عند حماتك او عند مثلا احد اي حد من الاسره يعني. برضو الحاجات دي بتدي فرحه حلوه وشكل حلو وطبعا قيمه يعني. تمام. هي يعني بالنسبه للمكسرات بتبقى البادجت بتاعتها عاليه شويه قوي، فالاتجاه ليها مؤخرا ما بقاش قوي زي الحاجات اللي هي ايه حاجه رمزيه بسيطه، وخصوصا ان دلوقتي كل شخص بيتهادى بحاجه، يعني فانوس عليه اسم الشخص ده، فانوس عليه اسم الشخص ده، فانوس عليه اسم الشخص ده، او بقى فانوس كبير للعيله كلها وعليه صوره العيله كلها بالظبط كده. طيب اللي مش عارف يجيب هديه لحد مثلا، حد بقى مثلا يعني لسه في الجامعه مثلا وعايز يجيب هديه لمامته، يا يوسف تسمع الكلام ده، عشان اهو ده مثلا الشخص الوحيد اللي انا نفسي فعلا يجيب، لو جاب لي ورده هفرح بيها بجد. ليه؟ لان هو منتظر منه من زمان يعني ايه هديه، مفيش هدايا خالص. فلو حد ما مثلا امكانياته الماديه مش احسن حاجه ومش عايزين اليوم يعدي كده برضو، غششيه كده، ممكن يجيب ايه لمامته، لخطيبته، لمراته، يعني للمقربين ليه. تمام. ابسط هديه خالص هو مج بيطبع عليه صوره او اسم، سعره لا يتخطى 60 جنيه، نطبع عليه لحد 3 صور كمان، ممكن صوره للطفل مع الام، او ممكن يكون يتكتب عليه اسم بس فقط لا غير. ممكن نحط جواه شوكليت، ممكن ما نحطش جواه شوكليت، ممكن برضو نعمل ميداليه صغيره سعرها يبقى حوالي 20. يعني في هدايا بتبقى رمزيه خالص، في فلاور بيبقى فيها شوكليت بس مش جايبها، يعني بيبقى شكلها بسيط خالص. دي بقى من هديه مثلا للمدرسين في عيد الام، حاجه بسيطه رمزيه سعرها حوالي 15. يعني كل حاجه ليها السعر بتاعها، يعني كل واحد هيجيب هديه. يعني يا جماعه كله هيتراضى، سعر ده كله هيتراضى. طيب ايه تقولي ايه للستات اللي مثلا ما بتهتمش في الاعياد اللي زي دي، سواء في عيد الحب او في اي عيد تاني طبعا غير العيد ميلاد، ما بتهتمش انها تجيب لجوزها حاجه وتقول خلاص يعني هو مش عيد قوي يعني ان احنا نجيب هدايا، تقولي ايه للستات دي؟ تهادوا تحبوا طبعا. الرسول يعني عليه الصلاه والسلام دي حاجه من الحاجات الجميله جدا بالظبط، اللي كلنا فعلا ما بيجي لنا اي حاجه صغيره دي بتسيب اثر نفسي طبعا ايجابي، ولو حاجه بسيطه، مش شرط ان هي عشان هتجيب هديه تجيب حاجه مكلفه قوي، ولو حاجه بسيطه حتى لو مش هديه، حاجه في البيت نفسه، ولو اكله حلوه ولو كلمه حلوه، فهي دي هتخلي الحياه تغير الشكل بتاعها اكتر، وتوجه له تقول له دي هديه بمناسبه كذا، مش تحط الحاجه كده وخلاص. بالظبط كده. ده مش من ضمن روتين البيت. ايوه. ايه بجد احنا كنا مبسوطين معاكي جدا وانت نورتينا، وكل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاينز داي، وهابي فالنتاينز داي لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده، ويا رب يبقى يوم كده سعيد عليك، ولو حد متخانق اتصالحوا يا جماعه، الدنيا والله مش مستاهله. واعتقد ان ده اليوم الوحيد اللي ممكن لو اتنين مثلا متجوزين ومتخانقين اعتبريها يا ستي حجه كده، وايه وروحي صالحيه. ايه سامي مصممه الهدايا، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا على وجودك معانا النهارده، انت نورتينا وشرفتينا، وكل سنه وحضرتك بقى الف خير. طيب احنا